صباح الخير يا زلمة، متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزر بروكر. هدوم الكويري مدينة 21 يوليو 2022، ونتكلم مع بعض الجديد بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات إيجابية للأسهم الأمريكية بشكل عام خلال التداولات أمس، ودرجة أكيد في المقام الأول بدعم من إشارات إيجابية لأرباح الشركات، والتي غطت على قلق المستثمرين حيال التضخم والمزيد من الزيادات في أسعار الفايدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. دي كانت أهم الأخبار. أمس كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة، أهمهم مبيعات المنازل القائمة اللي جيب نتيجة أسهم متوقع 5,120,000، كان متوقع عليه 5,380,000. اليوم هنكون في انتظار بيان هام هو مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية، المتوقع عليه سالب 2.5 من 10، وكان متوقع والشهر الماضي كان سالب 3.3 من 10. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك هننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا الشورت طبعا اداء ايجابي على اغلب المؤشرات، اداء ايجابي على مؤشر الفلات ترند، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى ثبات السعر عليهم، اداء ايجابي على مؤشر السار، اداء ايجابي على مؤشر الام اي، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر ال 31985 علشان يروح ل 32325 وراها 650، مره ثانيه كسر 985 وراها 325 وراها 650، السيناريو الاخر معاكس تحب كسر 315 وراها 990، واخر نقطه عند 690. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.